طيب عندنا تفاصيل اكتر على فريق شباب بلوزداد. دلوقتي بينضم لي عبر تطبيق زوم كابتن خالد ديكماش، حارس مرمى شباب بلوزداد السابق ومنتخب الجزائر السابق. كابتن خالد مساء الفل، تحياتي ليك وتحيات كل مشاهدي قناة الأهلي، وسعداء بوجودك معنا عبر شاشة قناة الأهلي. يعني شرفية أتكلم عبر شاشة عبر قناة بتاعكم. وجه تحياتي للشعب المصري جميعا والشعب الفريق الأهلي خاصة، وأنا يعني متشرف أني معكم إن شاء الله، اهلا بيك. إن شاء الله الله يسلمك الله يسلمك. شكرا طيب شكرا. كابتن خالد، عايز اتكلم اولا على اهميه وقيمه وجماهيريه هذه المباراه ما بين الاهلي والشباب بلوزداد، هي الجوله الثالثه والرابعه. الجوله الرابعه لسه مش هنتكلم عليها لان متوقف اقامه المباراه على نتيجه الاهلي في كاس العالم للانديه، ولكن الجوله اللي جايه نقدر نقول هي مباراه يعني تاكيد الصداره او المنافسه على صداره المجموعه. الاهلي في اربع نقاط في الصداره، بلوزداد بثلاث نقاط، خسر بشكل مفاجئ أمام ميديان الغاني. فكيف ترى المواجهة الجماهيرية العربية المرتقبة بين الأهلي وبلوزداد يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله في برج العرب؟ أظن أن المقابلة الأخيرة التي جمعت ما بين فريق شباب بلوزداد وفريق ميديان ما فيش أي مناصر متشائم كان ينتظر هذه الهزيمة، يعني كانت هزيمة نكراء وقاسية على الفريق وما كانش مستاهلة على كل حال. وكانت الهدف الثاني كان تلقاه الفريق في آخر ثواني من المقابلة. الأمر هذا خلى للفريق يعني الو. طيب على ما يرجع لنا الصوت للكابتن خالد تاني، زي ما بقول لحضراتكم قائمه فريق شباب بلوزداد هتشهد غياب اثنين من اهم العناصر الاساسيه في خط الدفاع، زي ما قلت شعيب كداد ويوسف العويفي الظهير الايسر. ولكن على فكره شباب بلوزداد السنه دي يمكن عمل صفقات مهمه جدا، دعم صفوفه بلاعبين مميزين. اولا اسامه دارفيلو مهاجم الفريق الاساسي واللي بيلعب بشكل اساسي في المباريات الافريقيه، صفقه مهمه جدا. كمان بن غيث يمكن من اللعيبه المهمه كمان انضمت، في ميزيان جاي من اتحاد العاصمه، سماكي من الملعب المالي. ارجع تاني للكابتن خالد. كابتن خالد يعني تعليقك على المواجهه الجماهيريه ما بين الفريقين، اتفضل. لا على كل حال الفريق الاهلي معروف على المستوى الافريقي وعلى مستوى العالم، فريق القرن يعني مسميه لم يسمى بفريق القرن هكذا برك يعني. وفريق شباب بلوزداد صغير يراه يبني في التاريخ تاعه في البطوله الافريقيه في الربع السنوات الاخيره هذه. وعلى كل حال كان هو فاز بالبطوله الجزائريه على 4 خطرات متتاليه، راهو انا بالنسبه لي راهو توجور يتاقلم بهذه البطوله الافريقيه لما يستاهل على كل حال، باسكو ما عندوش تقاليد كبيره في هذه الكاس هذه. وعلى كل حال النتائج تاع هذه الاعوام الاخيره كانت لاباس بها. والمشكل اللي كما كنت تقول من قبيله يعني كما كنت صرحت به انت، غياب لاعبين اساسيين في الدفاع اللي هما كداد شويه كداد راح يكون في الوسط دفاع والظهير الايسر العوافي. الامر هذا راح يخلي المدرب في 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 مشكله بعد مام بن عياده، يعني راهو مصاب بن عياده اللي لاعب كان في الدوليبه هذه السنه وكان لاعب سنوات طويله مع الفريق الوطني. هذا الامر هذا راح يخلي المدرب يعني في 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 اشكاليه كيفاش يدير، باسكو كاين لاعب في الوسط لاعب محوري اللي هو حدادي راح يكون موجود في المقابله، بصح شكون راح يكون معاه؟ باسكو راح يرجع بالخيط الظاهر الايمن يرجعوا في الوسط، ولا يلعب عزي هذا اللاعب عزي هذا شاب راح يديروا على اليمين. هذه هي الاشكاليه راح تكون في هذه المقابله. دونك المشكل راح يكون في الدفاع وكذلك في حراسه المرمى. اظن باللي بولحي لم كان اصيب قبل مقابله ميدياما في البطوله، يعني ما لعبش المقابله الاخيره تاع البطوله وما لعبش لقاء ميدياما، لكن هو عاد تعافى. اظن راح يكون هو الحارس رقم واحد ان شاء الله في هذه المقابله اللي تتطلب تجربه كبيره ضد فريق الاهلي. يعني كابتن خالد بصفتك حارس مرمى سابق لشباب بلوزداد، ممكن تتوقع ان يكون في تغيير في مركز حراسه المرمى، اليكس كوندوز ما يبداش ويكون رايسون بولحي ممكن ياخذ فرصه في يعني شوف يعني انت كي تنداد بحارس مثل بولحي ماشي باش تخليه رقم ثاني. كانت اشكاليه مع المدرب السابق فوندن بروك، كان استعجل كان الى كيفاش نقولوا يعني شغل كان خلق واحد التنافس ما بين الحارسين. صح انت كي تنداد بحارس مثل بولحي ما لازمش يكون ما لازمش تكون كيما يقول لك لازم باينه. انت تجيب واحد كيما بولحي لازم يكون هو رقم واحد، يعني هو وانا على دبرين الاصداء اللي عندي
بوحي كان ما تقبلش 100% قرار المدرب لما لعبوش في المقابله الاخيره يعني. كان غضب شويه هو، وعلى كل حال ماشي غضب، ما تقبلش في المنظر، باسكو هو بالنسبه ليه هو حارس الاول، وكان تعافى من الاصابه، كان لازم هو اللي يعاود ياخذ مكانته. ما اظن في هذه المقابله كان الاهلي ويتطلب تجربه كبيره راح يعود بوحي للحراسه. انا طيب، بالنسبه لي بالنسبه للاخبار اللي عندي اظن بان بوحي راح يعود للحراسه ان شاء الله. هو بهذا الشكل لو حصل تغيير كمان في مركز حراسة المرمى، يبقى كده شباب بلوزداد هيلعب مباراة الأهلي بتعديل على التشكيلة اللي لعبت مباراة ميديامة من 3 إلى 4 عناصر، وده أعتقد هيبقى تغيير يعني في ظرف ضيق جدا أو وقت صغير جدا ما بين المباراتين، سواء في كوماسي أو حتى في برج العرب. طيب، عايز أسألك على أحمد قندوسي، اللاعب الجزائري، لاعب وفاق سطيف اللي بيلعب في الدوري المصري، كان في الأهلي وخرج إعارة لسيراميكا كليوباترا. تناول الصحافة الجزائرية للاعب مهم زي القندوسي بيلعب في الأهلي وانتقل إعارة لسيراميكا، يعني تأثير اللاعبين الجزائريين في الدوري المصري، يمكن اللاعبين الجزائريين مش موجودين في الدوري المصري بكثافة عكس اللاعبين المغاربة أو اللاعبين التوانسة، فانتقال قندوسي شايفه إزاي؟ وفرص وظهور قندوسي كمان في الدوري المصري ومدى تألقه، متابعينه إزاي في الجزائر؟ اظن ان قندوسي قبل ما يتاهل من الفريق الاهلي كان عنده اتصالات جد متقدمه مع فريق بلوزداد، واظن ان الاهلي يعني في كنت فريق كيما شباب بلوزداد يريد لاعب ويدخل سباق فريق كيما الاهلي، ما يقول ما فيهاش منافسه، ما نقدرش نتنافس فريق الاهلي في اي لاعب يعني، في حد فريق الاهلي لاعب ما فيش تكون عندك منافسه معاه. واظن ان قندوسي احسن ما فعل، راح الفريق وين يعني فريق محترف 100%، الاهلي رانا نعرفوه، واليوم اللي فات يعني كي شاف باللي ما عندوش ما راحش يكون عنده وقت كبير في اللعب في فريق الاهلي، راه في فريق له فتره، وشفناه باللي راه يتاقلم، راه يدير في مقابله كبيره، وهذا الامر راح يخليه يعود لفريق الاهلي بقوه. ولكن انا اظن باللي لاعب قندوسي احسن ما فعل يتنقل البطوله المصريه يعني. أكيد. كابتن خالد ديكماش، حارس مرمى شباب بلوزداد ومنتخب الجزائر السابق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وتشرفنا بوجود حضرتك بالتأكيد لتعليقك على مباراة الأهلي وشباب بلوزداد.